نحن في زمان من أشرف الأزمنة، ألا وهو العشر الأول من ذي الحجة. قال الله عز وجل فيها: والفجر وليال عشر. قال أهل العلم: هي عشر ذي الحجة. وقال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال المفسرون: إنها عشر ذي الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضلها وعظم مكانتها ومنزلتها، فقال كما في الحديث في البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر. هذه الأيام والعمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية أخرى: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. هذه هي من أعظم العبادات التي يأتي بها المسلم في مثل هذه الأيام. وقد ورد في الحديث: ما من أيام العمل الصالح. فمطلق العمل الصالح من التلاوة، من العبادات، من النوافل، من الصدقات، من الصيام، من أعمال البر، كل ذلك يرجى فضله، لا سيما إذا اجتمع شرف الزمان وشرف المكان. وينبغي على المسلم أن يحذر المعاصي والمنكرات والمخالفات في هذا البيت العتيق: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالمسلم عليه أن ينصرف في هذه الأيام المتوجة بشرف الزمان وشرف المكان إلى العبادات باختلاف أنواعها، وليغتنم هذه الأوقات الفاضلة، فإنها أوقات محدودة وأنفاس معدودة سرعان ما تنقضي. فعلى المسلم أن يبادر وأن يسابق إلى الخيرات في هذه الأيام والمواسم العظيمة. فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. وهذا هو نهج المسلم، أن يغتنم هذه الأوقات الفاضلة.